ختم لك نبي صورة عون الحلال. هدمت عام 1902، قليل إنه بيعرف إنه حلال كان فيها لعونة تأخذ مي من نهر الويك وتغذي بستان جنب اسمه بستان العونة. جوات بستان النعورة كان في تكية مولوية واللي اسمها ملخانية. بعتقد فرصة حلوة إنه الناس تتعرف عنها. جوات الملخانية كان موجود الدراويش المولوية، يمكن إنه أيام من بفتلوا هدول طريقة صوفية قديمة بتقول بيقدوا هن فيها دوران الكواكب حول الشمس ودوران الكواكب حول نفسها. بيعتبروا انه معرفة الله بتكون عن طريق موسيقى النايه. هي صورة نادرة لشارع اسكندرون. سمي شارع اسكندرون بهذا السبب لانه هذا كان بداية الطريق اللي بيدفعوا منه الحلبيين على ميناء اسكندرون بتركيا الحالية. هالميناء كان هو المركز الطبيعي لحلب، ومنه كان يروحوا على الحج عن طريق البحر بينزلوا لميناء جدة. حديث السبيل أول حديقة على طراز أوروبي بنيت عام 1900 ميلادي، كانت تعتبر أبعد نقطة عن حلب. لما كان يجوا الحجاج كانوا يستأجروهم بالسبيل. البنائين اللي هون كانوا يأجروهم لحتى الناس تصيف فيهم. أمام الجبل اللي مطلع حديث السبيل واللي كان اسمه جبل البختي، الضباط الألمان عام 1914 أثناء الحرب العالمية الأولى أنشأوا فيها سكنين اسمها أشرة ألمان، هلا اسمها سكن طريق زيادة، هلا عم حاولوا يحولوها لفندق. هذا بيت المحافظ الصهيوني زمان، قصر الولي العثماني، هلا هو بالجميلية واسمه مدرسة معاوية. قليل مننا بشوفه المنظر الخطاب أغلبه بمسرح معاوية اللي جنبه. تحول من بيت الوالي لمدرسة تجهيز البنات ثم دار معلمات ثم مدرسة معاوية الحالية. هذا قصر مهم بالجميلية، هلا بتشكره شارع الحزب، صاحبه اسمه أحمد صديق بيبي المدرس، له قصة مشهورة لما أستاذ محمد إبراهيم هنالو، القاضي الفرنسي سأله هل تحب فرنسا؟ فأجاب إجابة كانت تاريخية بقدر الإمكان. بتهجة الأربعين عام 1911 طبت عاصفة ثلجية سورية وطول الثلج 40 يوم، نزلت درجة الحرارة ناقص 27، نفقت حوالي 500,000 راس غنم، الناس ماتت من الجوع، الحجارة انقطعت وتم يعني كثير أعمدة تشققت. جبل الخندق كانت هي عبارة عن خندق موازي للسور، صاحبها كان اسمه علي سمارية، اتفق مع والي حلب انه مشان يدخلوا اياها في التنظيم يدفع له 1000 ليرة ذهب عثماني، هذيك الأيام كانت قصص تنظيم، ردموا الجادة وحولت منطقة سكنية. هاي الصورة لشارع شكيل الوطني أول ما انفتح كان اسمه الجادة العظمى. هالبناية كان يعتبروها أعلى بناية بحلب، كانت أربع طبقات، يوقفوا الحلبيين قدامها ويقولوا مش صاحبك بيوصل على ربه. المبنى اللي قدامها اسمه مطعم طبخ نفر، كان شهير بهذه المنطقة. محطة الشام هي أول محطة قطار بحلب قبل ما تنبنى محطة بغداد. اللي بده يسافر على الشام كان بده يطلع من هون. هدمت المحطة عام 1950، هلا هي تقريبا مطرح مديرية المالية. جامع العادلية بناء حفيد دوق من منطقة اسمها كين، دوق كين من أوروبا، أسلم وصار من ولاة الدولة العثمانية، وجد في العادلي اجى على حلب لما استلم الولاية وبنى هالجامع. هذا المنطقة اللي حوله كان فيها قصر العادلي القديم. هاي الصورة بخمن حسين قريب كثير من هون، كانت بتصير حفلات رأس أوروبية، كان ساكن هون بنص البوخة، ولاحظ ان المنطقه كانت تتقبل النوعيه من العلاقات الاجتماعيه، الانشطه الاجتماعيه. اصل الكيخيا او بسموه نار الكيخيا قدام القلعه، هل الدرج بني بمناسبه نزول جمال باشا السفاح عام 1914 لحلب، نزل بهالبيت فبنوا له هالقصر مشان الدرج مشان يطلع يستقبل الناس. حاليا هو اسمه اعداديه عبد الحميد الزغلول. هذا خان موسى أبا الأميري، له قصة كثير طريفة إنه كان متزوج من أربع نساء وكان عنده 40 محصية، آخر مرة شرطت عليه إنه ما يتجوز عليها واحدة ثانية. بعد فترة جاب أربع محصيات، لما عاتبته قال لها إنه أنا متفق معي بدي أجيب واحدة ثانية، أنا جبت أربعة.
مدرسة الصنايع النسائية جنب العام لاحظوا عام 1920 كانت الفتيات عم يتمرنوا على البيانو وعلى الكمان سووا تستيت فايف مدرس وبيقولوا انه جورو لما زار حلب زار المدرسة هي ولما شاهد نشاط ست فايف طب اليمن. كنيسة اليسوعية بمنطقة سوق النحاسين منا طلعوا الآباء اليسوعيين بعد فترة وسووا كنيسة بساحة الكرنة ثم هدمت بمشروع تجميل مشارع انتقلوا على عزيزية. حاليا هي مدرسة استأجرتها وزارة التربية. كنيسة اللاتين صورة حلوة الآباء. آباء الفرنسيسكان اللي كانوا هون بالشيباني لما طلعوا من الشيباني سووا ثلاث أديرة، سووا كنيسة ديال اللاتين وسووا مدرسة الفرنسيسكان وسووا تيرسانتا اللي هي بالفرقان. منطقة كنيسة اللاتين كانت منطقة مسيحية يهودية. بركات الأمن من منطقة السريان، منطقة عفوان السليمانية أو الرام بيسموها. الأرمن عام 1922 رجعوا من كيليكيا، مو عام 1915 هذا خطأ تاريخي. ب 22 رجعوا وسووا البركات هي، امتدت البركات من منطقة السليمانية للميدان. كانوا حوالي 60,000 أرمن. آخر صورة هي هي مستشفى أردنيان اللي حاليا بدأت تخدم، كان قبل اسمه مدرسة الحكمة. كان في 30 سرير له قصه طريفه بمشفى انه بيقدم التخت لو السرير حديدي فقط وكان على مريضه بيجيب الفرشه تبعته. شكرا.